انت يا بت ايه اللي كان منزلك متلهوجه كده؟ كان وراك الديوان؟ هو ابي علي في اوضته. ايوه يا اختي في اوضته. تقابلت صاحبتك؟ اه. امال فين الكتاب اللي كانت جايبه لك؟ ما هي طلعت غبيه وجابت لي كتاب تاني خالص. انت حسن خليل؟ انا ابويا حضرة الضابط. في حاجة؟ كلمتين في الاسم وهيرجع على طول. كلمتين من بتوع 3 4 شهور دول عارفهم يا حضرة. انا بنفذ اوامر. اوامر ايه وبتاع ايه؟ اكيد متورط مع اللي قتلوا الباشا. هو طول عمره كشري، بس كان هو ولا ابوه حسن مطلوب. حرام عليكم، ما تظلموش حد من غير دليل. انا ماليش اي يد في. وانت هتفضلي طول عمرك عبيطة كده؟ حسن ساعتها كان معانا وما سابش الحارة طول اليوم، واحنا نشهد بكده. يا جماعه ممكن تشهدوا بكده في التحقيق، انما الكلام هنا ملوش اي فايده. حسن بريء يا حضره الضابط. يا جماعه انا بأدي عملي. حضره الضابط مساء الخير. اهلا وسهلا. علي ابراهيم حسين ضابط. انا مؤاخذ، ممكن افهم الحكايه؟ عم خليل، حسن لازم يروح مع حضرة الضابط. مادام تقول ما عملش حاجة يبقى مفيش خوف إن شاء الله. ياخدوني مكانه يا سعالي، ياخدوني مكانه. ما ينفعش يا عم خليل، ما ينفعش، ده قانونه لازم يتنفذ. حسن اركب الوكس. ما تخافش يا حسن، كلنا معاك يا ابني. هجيب لك أكبر محامي، ما تخافش. لا سلامة يا حبيبي. الله يخرب بيت النقراشي وبيت اليوم اللي مسك فيه الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ابني بريء يا حارة. سي علي، سي علي. خير يا ابتهال؟ خير. انا بس كنت عايزة اقول انك وحشتني قوي، وان الحارة من غيرك ما كانش ليها لا طعم ولا لون. وربنا يعلم قد ايه كان خوفي وقلقي عليك. انا بشكرك على مشاعرك دي بجد. انا عارفه انك حاسس بيا من صغرنا، اكيد حاسس، بس لولا وجودك. ليلى مش كده؟ وهي راحت لحال سابيها، يعني اللي كانت واقفه ما بيني وما بينك خلاص. وانا مهما وصفت لك. اسمعيني يا بتاعي، انت انسانه جميله وطيبه أحسن مني بكتير يتمناكي، بس ليلى ملهاش دخل في شعوري إنك زي أختي بالظبط. أختك؟ أنا آسف، بس أنا عارفة إن أبويا هو السبب. لا لا لا، عم فتحي العسال مش سبب في أي حاجة. عارف يا حضرة الظابط، لما يبقى ليك حلم هو كل حياتك، تبقى بتشوفه في كل لقمة بتاكلها وكل غنوة بتسمعها وكل نفس بتتنفسه، ويطلع كل ده فشوش زي حكايتك مع اليهودية. من فضلك، كل واحد يستاهل اللي يحبه ويديله على دماغه. شفتي قبضوا على مين؟ الواد حسن ابن خليل الترشاقي. قادر ايه هو وجماعته اللي قتلوا قراشي باشا؟ يعني مش كفايه عليهم التفجيرات اللي في كل حته هنا وفي شكوريل وعلى راي اخوكي في كل المؤسسات اليهوديه، كمان رايحين يقتلوا مسلم زيهم؟ هو في ايه؟ القيامة هتقوم؟ جرى ايه يا ليلى؟ انت هتقلبي خرصه؟ انا بكلم نفسي يا بنتي. البنتي مش كويسه عشانك، لا اكل ولا كلام. هو مين يعني اللي يستاهل؟ ده لو عبد الوهاب ذات نفسه. العالي قال
طيب يلي على الباب ما تصبر. الله خش انده صاحب المكان. دول بيطلعوا امتى دول؟ دلوقتي وفي كل وقت. يلا يا حلو قولي له ابتهال العسال. شلح يا عسال، تحية كاريوكا ولا بديعة مصابني؟ أحسن من الاتنين يا حبيبتي. راحة فين يا حلوة؟ هي وكالة من غير بواب. ما انت البوابة اهو. مين يا لواحظ؟ تعالي شوفي، دول اللي بيقولوا عليهم يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. هربانة من مين يا حلوة؟ من امك يا حبيبتي. شوف بقى قله الادب والغلط هيبتدي. روح يا بنت انت وهي نادي اللي مشغلكوا بدل ما طاين عيشتكم. طاين عيشت مين يا بنت؟ ايه الدوشه دي يا غجر؟ الاكسانس بيفكر بقى. دي مقابله يقابلوني بيها. شوف يا اخت الموحن. يا اهلا يا هلا يا شلوم يا هلو، اهلا بنجمه المستقبل وملكه الاوبرج. دي الوجه الجديد دي ولا ايه يا استاذ؟ شت، اتفضلي يا استاذه، اتفضلي على المكتب، ركن الابداع. ما يحكمش. يا اهلا، ده ايه النور ده؟ ده ايه الجمال والطعامه دي كلها يا روح الروح؟ ايه ده جنبك؟ ما اقدرش اشوف الجمال ده كله ما عبرش عن اللي جوايا. ما بقاش عصران الاكسلنس الفنان احسن. طب اسمع بقى يا عم الاحاسيس، انا جايه هنا عشان شغل وبس. عقلك يوديك لبعيد، انت ما تعرفش انا مين وبنت مين وممكن اعمل فيك ايه. كلمني بقى عن الاوبرج ده بعدين. البنت ما بقتش حاجه من امبارح، انت ما نطقتش كلمه واحده. أنا خايفة قوي. حملناها فوق طاقتها. مين اللي حمل مين؟ إحنا ولا هي؟ هي مالهاش ذنب إن قلبها ما حبش غير علي، ومع ذلك جت على نفسها وضحت عشان حياتنا تمشي. بس القدر بقى ما رضيش يمشي اللي في دماغنا. إيه شغل تمثيلات الإذاعة ده؟ بقى بعد الفضيحة والكورسة اللي عملتها لنا في الحارة، واخوها اللي خسر اعز اصحابه، والجدع اللي نص بنات مصر يتمنوه، تقولي حملها فوق طاقتها؟ انا بقول اللي بمليها عليا ضميري. انت رايح فين؟ عندي مشوار مهم. مهم ازاي يعني؟ انت ناسيه اني لازم ارد الفلوس للباشا؟ طبعا مش ناسيه، بس مش عايزه ازود همومك. مشوار ده لمين؟ المعلم اللي علمني الصنعة والتجارة.